يعني لن تجد واحد في الإخوان عنده نظرية اقتصادية حاليا أو قبل كده، يعني ناقشوا في مسألة إعادة الموازنة عن طريق رفع الدعم، إعادة الميزان التجاري إلى نصابه عن طريق رفع الدعم، مش هيقدر يناقشك حتى لو كان خريج اقتصاد، حتى لو كان خريج اقتصاد. أنا بقول هذا الكلام وأراهن عليه، ما عندهمش مسؤولين سياسيين، لأن الجماعات تكره التفكير، تكره المبتكرين. هل عمرك سمعت عن أديب واحد طلع من الإخوان مثلا؟ أديب واحد في العالم كله. سيد قطب كان أديب، لما دخل الإخوان اختفى. نعم. هم لا يعظمون الفكر ولا الأدب ولا الإبداع ولا الابتكار ولا السياسة ولا الاقتصاد. فالسنة اللي حكموا فيها حكموا بمفهوم الميليشيات مش بمفهوم الدولة. واضح جدا ان الدول كلها لا تطمئن الا الدول اللي كان ليها مغانم في مصر، قطر وتركيا، هم دول الدولتين اللي رحبوا بحكم الاخوان. ليه؟ لان الاخوان هم الحصان طرواد اللي هيدخلوا بيه مصر، يقسموها يضعفوها. وخد بالك ان احنا واحنا ساكتين واحنا رافعين ايدينا، احنا وحدة عربية، واحنا اصلا عنصر اطمئنان عربي كبير جدا، واحنا شوكة في وجه ايران وفي وجه قطر.